السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على صامويل إيتو، وين يرشح رياض محرز كأحسن لعاب كأس إفريقيا. وين طرحوا عليه السؤال قالوا له أحسن لعاب في إفريقيا، أحسن لعاب في إفريقيا، يعني وين رشح، وين طرحوا عليه السؤال اخر، وين دار تصريحات تاعو في افريكا سبور وافريكا سبور، وين تكلم على الخيانه تاع بعض الرؤساء الاتحاديه، تكلم على انفيرتينو، تكلم على اوروبا كيفاش دائما وين تريد احتقار افريقيا، على كيفاش رؤساء نوادي ومدربين يضغطوا على قاره كومبلي كأن ما فيهاش رجال، كأن يشاهدون هاد الناس هذو، خاصة عيب عيب عيب. واحد كيما لقجع، واحد كيما أبو ريدا، وهذاك تاع بوركينا فاسو تاع كروشهم برك، يعني منبطحين، راحوا فوطاو ضد قرار الأفارقة. وين احنا دروك الحمد لله ربي، وين كان واحد كيما إيطو، يعني هذا العرس يعني يرجع بفضل إيطو، هذا العرس الإفريقي والله لا يرجع بفضل إيطو. إيطو تكلم هدرة وين أغلبية الشعب الإفريقي، وخاصة واحد كيما أنا ولا الجزائريين، وين هدر هدرة للجزائريين كاع فرحوا بها، ومين قال لهم بلي علاش إفريقيا نظمت كأس أوروبا وبالشعب والمرض ما كاش، وعلاش متنظم إفريقيا المرض كاين. قلت لك الشعب مكاش، المرض مكاش، في مين هما يبغوا يديروا حاجه تاعهم ينظموها نورمال والمرض مكاش، ومين الجزائر تبغي دير، مين الافريق تبغي دير، يجيبوا لهم ايبولا، انفزوا نوزع طيور. على كنت نقول واحد اليامات، كنت نقول لكم يا ربي ما تنظمهاش المغرب. انا شعب المغربي قال لي انت تكره المغرب؟ لا، كان على بالنا باللي بغاو يدوها عندهم ويلغيها، لقجع يجيبها عنده لا دانيال مين كيما هكا، يخلي متى الناس يدخلوا في تربص. اي يقول لك اودي المغرب الغات، قال لك المرض، قال لك انا خايفين من المرض. كانوا يقار لقجع، كان موجدها كيما هكا، لقجع كان موجدها كيما هكا. لكن شجاعة ومبادئ الكاميروني صامويل إيتو، وين اسقط كل خائن في اوحال الخيانة، في ماء الخيانة. هذه هي هاد الناس هاد. وين صامويل إيتو يرشح رياض محرز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. شوف كان قادر يقول لك رشح أنا واحد من الكاميرون ولا، بصح شوف وين طرح عليه وقيلا أفريكا سبورت اللي دار فيها البارح، اللي دار فيها يعني الأخرى تاعه، وين مي قال لهم الندوة الصحفية تاعو، وين مع التالي طرح عليه بزاف اسئله، وزاد طرح عليه قال له شكون اللي تشوفه، خاطر غادي كاس تنظيم الكره الذهبيه الافريقيه غادي تكون مور كاس افريقيا. وين طرح عليه سؤال صحفي فرنسي، هو طرح عليه سؤال قال له شكون اللي تشوفه باللي احسن لاعب افريقي، ديرك بدون يعني ما خممش فيها ولا سكت ولا، قال له ارى رياض محرز ديرك، خلع عليا انا بك، ما ماشي كيما واحد الخطره جاما قلت لك ماجر قال لهم صلاح، ومن بعد ميسي طاح عليه قال لهم لا محرز، يعني ما خممش فيها، وما كاش انتقادات الكاميرون يقول له كيف منو، ما كاش، خاص يشوف الصح، راه يتفرج على محرز، يتفرج على صلاح، يتفرج على ماني، يتفرج، بصح يعرف محرز باللي فنان الفن، خاطش هذاك لعب مع ناس فنانين، لعب مع تشافي، مع إنيستا، مع ميسي، مع رونالدينيو، لعب مع ناس فنانين، عاش مع ناس فنانين، يعرف الفن تاع كرة القدم، ماشي برا تاع لوح، هذه هي، ما يهدرش بحقد، هدر يعني وين انتصر لإفريقيا. وين كشف المهاجم الكاميروني السابق صامويل إيتو عن أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، والتي تشهد تنافس
يعني كبير في النسخة، سوف تشهد تنافس كبير في النسخة الحالية، وإن هناك العديد من الأسماء التي يتم ترشيحها بشكل يومي من قبل الجماهير والصحافة للفوز بجائزة على رأسها رياض محرز، محمد صلاح الحارس تاع السنغال، ماني، يعني نقولوا بلي ولد اللاعبين هذو اللي راهم مرشحين، يعني اربعه ولا خمسه، هما غادي يرشحوا خمسه ولا يرشحوا الاولى، غادي ينطلقوا بالترشيحات ومن بعد يبقاو خمسه، من بعد يبقاو يعني تروح للمرتبه الاولى. احنا على هذيك نقولوا بلي فيها ماني، فيها محمد صلاح، فيها الحارس تاع السنغال، فيها يعني نقولوا بلي اليوم وين كذلك وين اوضح صامويل ايتو ان رياض محرز يعني هو الاحق بالفوز بجائزه هذا العام، وذلك نظرا للارقام الفرديه من جهه وتتويجه بعده القاب، يعني بعد تتويجه يعني بالبريمير ليغ، يعني زوج القاب محليه، كؤوس محليه، ووصول وين قاد النادي تاعو اول مره في تاريخه، قاد النادي تاعو مانشستر سيتي للنهائي، يعني اول مره رفقه النادي مانشستر سيتي، كما رشح ايضا وين محمد صلاح وماني ليكونوا اسماء الثاني الابرز للفوز بالبالون دور، يعني مشير الى انه يفعل كل شيء مع ليفربول، يعني وخاصة حارس السنغال، وين عطى قال لك هو وين راح يعني قال لك وين أوضح صامويل إيتو أن رياض محرز هو الأحق بفوز بجائزة هذا العام نظرا للأرقام الفردية من جهة والتتويج باللقب لقب البريمير ليغ وين وزن كبير. بريمير ليغ وزن كبير، وزيد فنيك وين قاد النادي تاعو للنهائي، هو اللي قاده وين قدم، يعني كان السم القاتل لكل الدفاعات تاع في الشامبيونز ليغ اللي لعبها هذه هي. كما رشح ايضا مهاجم ماني، يعني وين الاسم الثاني الابرز، وقال مهاجم الكاميروني في تصريحاته أبرزتها صحيفة ماركا، يعني الكرة الذهبية دائما وين أرشح يعني الأحسن لتمثيل للاعبين الذين يمثلون الكرة الإفريقية، وهذا شرف لنا. شو كيفاش قالك شرف لنا وين شرف للكرة الإفريقية، يعني وين يقدموا المستويات كبيرة. شو قالك يقدموا مستويات كبيرة، نحسدهم ما والو، رغم انه هو وين متحصل على كوب دوروب، متحصل على يعني داي، هو كانت خاصته غير باش يدي كاس العالم برك. كريستيانو الشهره تاعو والالقاب تاعو، ايطوفاني كيما هاك، يعني داي كوب دور، داي كاس افريقيا، داي لي كوب دوروب، داي لي شامبيون، داي كاس العالم للانديه، داي كاع الالقاب ومشتقاتها الا كاس العالم، صار له كيما كريستيانو. كريستيانو داي كلش، هو ما عطاوهاش بالون دور لانه افريقي فقط، هذا ما كان ما عطاوها لهش، دروغبا فاني كان يقطع ما عطاوها لهش، هذا ما كان ما عطاوها لهش برك، ما عطاوهاش بالون دور، هو يعني وين باعتراف من كاسياس وين قال لهم خطره، قال لهم عندما ارى في التشكيله تاع البارسا ايطو انزعج، وين كان قال لك كان يسبب لنا مشاكل في الدفاع تاع الريال، يعني كانت الريال تقطع كان يماركي لها، يعني بسبب مواقف تاعو والشخصيه القويه تاعو، وين شاهدنا وين صرا له مشاكل مع دروغبا مع غوارديولا، وراح للانتر وعاود ولا كابنو، إليمينا البارسا، ودا كوب دوروب مع تشامبيونز ليغ ديها مع الانتر عام مورينيو كلشي، هذه هي ناس لي تلعب كره، ناس لي تعترف بالفنان، يعترفوا بالفنان، يعني اعترف برياض محرز، وين اعترف برياض محرز يعني بانه لاعب كبير. هذو هما الناس، حنا خاصنا الناس كيما قال لي هضر لك كره قدم، إذا لك انا كنت مكاش
امن بالواجد. هذه هي ان شاء الله بالتوفيق.